له كلمه ايضا اساسيه بين اخواننا في هذا الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. يا ابناء شعبنا في كل شبر من تراب هذا البلد العظيم. يا اهلنا في محافظاتنا المحرره. نقف اليوم صفا واحدا بلا تناحرات ولا مزايدات من اجل حقوقكم وقضاياكم العادلة، من أجل العراق، من أجل شعبه العظيم، من أجل النازحين والمختفين قسرا والمظلومين في كل مكان من تراب الوطن. تركنا كل خلافاتنا وراء ظهورنا، ولن تفرقنا المناصب، مناصب زائلة أو توصيفات معينة تبعد الأخ عن أخيه. مع أخي الرئيس محمد الحلبوسي الشاب الذي وقف مع أهله وله تجارب في الإعمار والقيادة تعرفونها جيدا، ومع أخي أبو مازن صاحب النخوة العراقية المعروفة، ومع كل هذه الوجوه الكريمة من القادة والقياديات، نعلن لكم اليوم